40 عاماً ما بين الفقر والإعاقة والجهل. هي عمر 3 أشقاء أتوا إلى الدنيا مختلفي القدرات، مما جعلهم يبتكرون لغة تخاطب جديدة لا يعرفها حتى المهتمين بشؤون الصم والبكم. من زمان ما مشوا، أنا اللي عجشهم، أنا اللي سقيهم، أنا الذي غسلهم، أنا اللي قم بهم. عيالي إيش تبغى يسوي؟ ألكفوا عني مصفطهم، أغدرمي بهم في المستشفيات. هذول حالتهم من أول، من يوم ولدوا وما يرعاهم إلا الله، ثم أنا والوالدة، حتى إذا مرضون وديهم المستشفى. وأنا إنسان ما عندي عمل، ما عندي إلا شغال على التاكسي بس، والتاكسي عندي قديم، يوم يخرب ويوم شغال، ويوم أسبوع شغال وأسبوع خربان. ناير وعودة ومعود لا يملكون ما يخفف معاناتهم سوى ابتسامة رضا لما قسم لهم، وهم من يعتصرها العذاب كلما رأتهم يمشون على الأرض بطريقة لا تمت للبشر بشيء. أبغي لهم سواق ولا أبغي لهم شغالة، أنا حتى أنا لا عاد أقدر أقوم ولا أقعد، ما أقوم ساعة أمر الله ذني ما الطاقة حتى أقوم من عظامي. كنت أبغي لهم ما شغالة تغسل لهم على عيني ولا تعجش لهم، ولا ما بوديهم المستشفى حتى أنا حية، أبغي أرعاهم لين متى ما أموت. نظرة أمل وحلم لم يخلو من شقاء الأشقاء الثلاثة برعاية تخرجهم مما هم فيه. فرغم تلك التجاعيد التي رسمت طيلة 80 عاما على وجه يحكي رواية انكسار وقوة غسلت به آلام أولادها الثلاثة في إناء لم ولن يعرفه من تنعم بمذاق الرفاهية ونسي مسؤوليته تجاه المجتمع.